حول الموضوع تنضم لنا عبر الهاتف من دبي أخصائية الصحة والتغذية لما النائلي. سيدة لما، مساء الخير، أهلا بك معنا. يعني عدد الأطفال البدناء أو بدنة الأطفال والمراهقين بحسب منظمة الصحة العالمية قفزت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. الأسباب واضحة، لكن كيف يمكن أن نواجه سمنة الأطفال خاصة؟ مساكي سعيد. بكل تأكيد موضوع بدنة الأطفال هو من المواضيع اللي كثير هامة ويجب علاجها وعلاج مسبباتها، كرمال ما أكيد تكون هي سبب بإصابة الأطفال بالبدانة عندما يكبرون. بكل تأكيد طبعا نحن حسب إحصائيات وزارة الصحة بالإمارات، في عنا كل 5 أطفال موجودين بدولة الإمارات طفل منهم مصاب بالبدانة وصنف بالبدانة. نحن كرمال نحكي أو نقول هذا الطفل عنده بدانة، لازم أكيد طبعا نحن يكون عندنا مؤشر كتلة الجسم أكثر من رقم 30 أو البادي ماس إندكس أكثر من رقم 30. طبعا هذا الرقم بيحسبه طبيب الأطفال واختصاصي التغذية. وعندما بيكون طبعا نحن سيدتي عندنا طفل مصاب بالبدانة، لازم نحن نعرف السبب وراء إصابته بالبدانة، هل هو سبب وراثي أو سبب عوامل بيئية؟ نعم. طيب دعينا نتحدث بسبب الأغذية أو بسبب ربما محاولة الأم عدم حرمان طفلها من الغذاء أو محاولتها ربما إعطائه كمية كبيرة من الغذاء أو حتى الوجبات السريعة التي تعتبر لذيذة والطفل يريد أن يأخذ غيرها لأنها يعني سريعة ولذيذة في نفس الوقت. كيف يمكن للأم هنا أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار، أن تأخذ خطوات عملية لكي تحمي طفلها من السمنة؟ الإصابة بالسمنة بسبب عوامل تراكمية وليس بسبب طبعا وليس عامل واحد بس يسبب للإصابة بالسمنة. كرمال هيك نحن بدنا نقول دائما لازم نحن كأهل نكون صحيين أمام أطفالنا كرمال هن يكونوا صحيين. على سبيل المثال تناول وجبة الإفطار مع العائلة يضمن عدم إصابة الطفل بالسمنة والوزن الزائد والبدانة. طبعا أيضا عدم تناول المأكولات الغنية بالسكريات والدهون في المنزل أمام الطفل كمان من العوامل اللي بتسبب الحصول أنه الطفل يكون أكثر صحة. كمان أيضا في كثير أهالي بيخربطوا وبيتبعوا أسلوب المكافأة عن طريق الغذاء. على سبيل المثال في كثير أمهات بيقولوا إذا مثلا كتبت واجباتك المدرسية حكافئك بقطعة شوكولا أو حكافئك بشيبس. هذا التصرف جدا خاطئ، حتى طبعا هو تصرف ممنوع بالمدارس وبالمنازل، عدم ربط المكافآت بالطعام وفصلها بشكل كامل. لا مانع أبدا تناول الطفل الوجبات السريعة والحلويات والشيبس، لكن مرة بالأسبوع أو مرتين بالأسبوع كحد أعظمي. وعدم تواجدها بالمنزل طبعا مو نحن نقعد ناكل يعني الحلويات والمأكولات السريعة ونحرم أطفالنا، لهذا الشيء حيسبب لهم مشاكل صحية مستقبلا. طيب أستاذة لما، ليس فقط الأطفال وحتى الكبار أيضا، يعني ما يعني ربما أحسن طريقة للحفاظ على وزن صحي وعلى رشاقة مثالية وفي نفس الوقت عدم حرمان النفس من كل ما تشتهيه من أغذية ومن أكل؟ أول عامل بيساهم بالحصول على جسم صحي بعيد عن الأمراض هو ممارسة التمارين الرياضية. ممارسة الرياضة للأطفال بيرفع معدل الاستقلاب والحرق بأجسامهم وبيصير أكثر جسمهم صحي، حتى لو تناولوا كميات طعام ممكن تكون عالية بالسعرات الحرارية بيكون عندهم معدل أيض عالي. رقم 2 النوم، تنظيم النوم للأطفال يضمن أيضا رفع معدلات حرق الدهون بجسمهم. الحرص على نوم الأطفال من 10 ل 12 ساعة في طور الطفولة وطور النمو يحرص أيضا على زيادة معدل الحرق بأجسامهم وشرب كمية عالية من المياه وتعويدهم عادات صحية، عادات صحية من تناول الخضار والفواكه، ويشاركونا بتحضير الأطباق الباردة
لانها امنه عليهم. كمان هذا الشيء رح يحمسهم ويحفزهم على تناول وجبات صحيه. طبعا الحمد لله بدول الخليج بشكل عام وخصوصي بدوله الامارات جدا التوعيه الصحيه كرمال المخاطر بدانه الاطفال واسلوب الحياه الصحي منتشر جدا بالدوله، هذا الشيء عم يخفف من مؤشرات البدانه. شكرا لك لمن نائلي اخصائيه الصحه والتغذيه، كنت معنا عبر الهاتف من دبي.